كان هناك قرار أولي بإحداث أول مكتب له في موريتانيا، وهذا قرار أعتقد أنه إيجابي، لأنه التجربة بينت أنه حتى التمويلات اللي بدأنا فيها سنة 2018 وجهت حاليا بصفة أساسية في جزء كبير منها إلى موريتانيا. قمنا بتمويل بمنح تمويلات تقارب 19 مليون دولار في شكل خطوط تمويل منحناها للبنوك الموريتانية للتمويل العمليات التجارية بين المؤسسات والمتعاملين الموريتانيين ومعناها نظيراتهم المغاربة. ففتح هذا يعني المكتب أول مكتب، وكذلك بالمناسبة هو أول مجلس إدارة معناها ينتظم خارج بلد المقر اللي هي تونس، وكذلك فتح هذا أول مكتب أعتقد أنه من شأنه أن يدعم يعني الأنشطة الاقتصادية لموريتانيا في المغرب العربي. وإجابة على سؤالك، أعتقد أنه إمكانيات متوفرة كثير باستطاعتها أن تفيد كل الاقتصاديات المغربية، وأن كذلك تفيد المؤسسات والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في بلداننا.